مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الرز المصري. عندي كوب رز نقعتهم 10 دقايق وغسلتهم وصفيتهم، كوب ونص مي، ربع كوب شعيرية، ملعقة صغيرة ملح وزيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط زيت نباتي بالطنجرة، حطيت حوالي 4 معالق طعام، بحط شعيرية وبقليهم على الغاز. بس اخذت شعيرية هيدا اللون، هلا بحط فوقها الرز والمي. بسم الله. المي والملح، بحركهم شوي مع بعض وبتركهم يغلوا. بس صار في مي خفيف على الرز بهيدا الشكل، بخفف الغاز على الاخير وبغطي الطنجرة. بعد حوالي 6 دقايق خلصنا من الرز. هلأ منشوفه مع بعض كيف طلع للرز بهيدا الشكل. منحركن وهيدا الشكل النهائي. هيدا الرز اللي عملته أنا وياكم، طلع كتير مرطب، ما طلع معجن. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.